هاي اسمي إلسا ماركتينج أوفيسر بشركة البيادر إنترناشنال. هاي ماي نيم إز جيشال. I've been working at Al Bayader International for 6 years as a receptionist. اسمي مروان عقربي أنا موظفة خدمة عملاء بشركة البيادر. My name is Grace. I've been a receptionist at Al Bayader International for almost 7 years. أنا أم لأول مرة وبنتي اسمها كيت. عندي 2 أولاد محمد ياسين ومحمد أيوب هما كل حياتي. I have 1 daughter. Her name is Justine. I have a 4-year-old daughter named Benna and son named Cedric. He's 15 years old. My daughter is very supportive with my work. She is my inspiration for me to work hard. Being an IFW or an expat with kids far away from you is really hard. Even though I am far away, I keep myself updated with their everyday lives. إنك تكون أم في حد ذاتها عمل وأسمى عمل، لكن زادة إنك تحقق أهدافك شيء رائع، وبالتالي تعلم صغارك كيفية التوفيق بين الحياة العائلية وأهدافك في نفس الوقت، رغم التزاماتك والتحديات اللي تتعرض لها كأم يعني. بالنسبة إلي أول بيبي مع لوك داون وشغل من البيت كانت تجربة صعبة كتير علي، مش قدرت نسق وقتي حتى ما أكون عم أصير لا من ميلة بنتي ولا بشغلي ولا حتى بأمور البيت، وهذا الشيء بدل قد الأم هي قادرة عن جد على كل شيء. On behalf of all the super moms of Al Bayader، كل عيد أم ونحن أقوى. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.